انت صايم؟ ايوه انا صايم. انت صايمه؟ اه حبيبي انا صايمه. انت صايم؟ اه انا صايم بس مخنوق، عايز اشرب. بقول لك يا رجاله، النهارده في نظام، اي حد الاقيه فاطر هنمسكه وندغدغ فيه، هنعمله مكرونه شويه ولبينا. اي حد هيفتح برنامج بص هنعمله في الفرن كده مكرونه مشويه فده اول ناكلها صح؟ احنا نحضر ايدينا عشان نضرب. وانا معاكم. ده انا كنت هموت من العطش، مش قادر. ام كريم مش واقفه. ده لو حد شافني وانا فاطر هيموتوني. الحمد لله محدش شايف. ولا قرآن الخطة 103 يا حمار، الخطة 107 جنيه. بصوا انا ما يهميش ولا 7 ولا 8، انا معاكم في اي خطة. احنا اهم حاجة نموت الشخص ده. بقول لكم يا جدعان، ولا 107 ولا 108 ولا 105 يلا دفع معاه. يلا يا رجاله، 1 2 3 ايه اللي انت عملته ده؟ انت بالعربية اللي كده ما ينفعش. انت اتجننت ولا ايه؟ انت بتفطر في رمضان؟ يا نهار اسود، انتوا مين يا جماعة؟ انا لو اعرف والله ما كنت فطرت. انا بهزر كل ده، بابل لي ريقي مش خلاص يا بابا. الخدمة يا غفصة احنا مش ليلك يا جدعان، في انت هتاكلوني ولا ايه؟ انا مش شايف حاجة. انت تعالي. اه انت عايز خش يا رجاله. يا نهار اسود.